ان لدينا المعلومات الاكيدة والواضحة انهم كانوا يخططون للقيام بعمليات تفجيرية خلال الاسبوعين القادمين ليدعموا نتنياهو في الانتخابات. نحن لدينا المعلومات. هو يعرف ونحن نعرف، لانه كل مرة عندما تصل الامور الى مفترق طرق بيننا وبين الاسرائيليين، لما كان حزب العمل في الحكومة وأرادوا أن يسقطوه قاموا بالعمليات اللي بتعرفوها كلها، مما أدى إلى سقوط حزب العمل ونجاح نتنياهو. اللواء الجبالي عرض مجموعة من الأسلحة تم ضبطها في أحياء سكنية إثر التحقيق مع عدد من المعتقلين من حماس، مشيرا إلى ضبط وثائق تؤكد تلقي الحركة مبلغ 35 مليون دولار بغرض تنفيذ عمليات. وكانت